السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في القناة. ونبداو لا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي تفصلوا لا غارنيتور ديال أي حاجة بطريقة سهلة وبسيطة. أنا ديك الجاكيطة اللي فصلت معاكم في الفيديو السابق ما درتش ليها لا غارنيتور، واليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي تفصلوها. هاد النوع ديال الثوب، هاد الدان هذا، ممكن انكم ديروا جاكيطة ما فيهاش لا غارنيتور، لانه الثوب ديالو ما تيتنسل ما حتى حاجه، يعني ما يحتاجش لا غارنيتور. ولكن الا بغيتوا ديروا الصيف ضروري من انكم ديروها. تجيبوا داكشي اللي شاط لكم ديال الثوب، هانتوما تجيبوا الامام ديال البياسه ديالكم بحال هكا. خاصو يكون عندكم على الاقل هنايا نصف ديال الكتف، النصف ديال الكتف. انا ما عرفتش شحال هي النصف ديال الكتف، 15 سنتيم. هاد لا غارنيتور الا ما عندكمش الا ما عندكمش الطرف ديال الثوب كامل، ممكن انكم تلاقيوها بالخياطه وتصلحوها، هي راه كتجي غير لداخل. الطريقه اللي كيديروا في المدارس ديال الفصاله كيديروها بالباترون. هنايا ما خدمتش انا بالباترون، في الاول كنا كنفصلوها في الباترون وكنقطعوا الباترون باش نديروا هاد لا غارنيتور، كانت كتجيني صعيبه. هاد الطريقه تعلمتها غير بوحدي بحكم انني كنفصل ديما. تنجيب الثوب كما قلت لكم كنحطوه هكا وتنبداو نقطعوا، هانتوما بحال هاد الشكل هكا. ومن هنايا تنقطع من تحت، ما عرفتش واش بان ليكم، وتنقطع هنايا ومن هنا. كما قلت لكم يجيكم ثوب في النصف ديال الكتف بحال هكا، وتنحيد هاد الطرف هذا. وتنبداو كنقطعو، انا غنوريكم شحال انا درت غير عيني الميزاني، ولكن انا غنوريكم شحال غادي تخصكم. غادي تخصكم تقريبا 10 سنتيم 10 سنتيم 10 سنتيم. وهنايا تيخصكم غادي تجيو تديروا 10 سنتيم حتى لهنايا، تقريبا النصف او لا اكثر من النصف، وتتلاقيو هاد النقطه هذه مع هذيك 10 سنتيم، وتنفتح هاد لا غارنيتور ديالي. ها هي لا غارنيتور ديال الامام وديال الخلف، ها هي لا غارنيتور، ها هو الامام، ها هي لا غارنيتور ديالو. باش الا حليتو الصيف، ها نتوما الا حليتو الصيف كيبان لكم هاد الثوب، هادي هي لا غارنيتور. وبالنسبه للقب، الطريقه ديال الفصاله ديالو، عندي هاد المربع اللي شاط ليا من الثوب، غادي نسطرو ونقادو هكا. هو تندير الطول ديالو 32 سنتيم، بالنسبه هذه كما قلت لكم بنيته صغيره. وتندير العرض ديالو 26 سنتيم، لان الحاشيه غادي نحيدها. ندير بعدا مربع، من هنايا غادي نطلع بخمسة سنتيم، تنعبر من هاد خمسة سنتيم، تنعبر 22 سنتيم، 22 سنتيم من هاد
من هاد الحاشية هادي حتى لهاد 5 سنتيم هادي، ها هي، وتنعبر من هنا 5 سنتيم بحال هكا، وتنسطر. تندير النصف وتندير عاود النصف ديال هاد المسافة وهاد المسافة تاهي. هنايا هاد البلاصة اللي هابطة تنهبطو من هنايا بواحد ونص بحال هكا، وتنطلع من هنايا بواحد ونص بحال هكا. تنجيب من هاد النقطة هادي تنبدا نقور حتى هنايا، هنايا تقريبا يكون عندكم ديك شي 7 سنتيم تقريبا بحال هكا. هذا هو القطب ديالنا اللي غادي نقطعو، غادي نخلي 1 سنتيم ديال الخياطة. وهذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا، واشتركوا معايا في القناة باش يوصلكم الجديد ديالي.